اهلا بكم من جديد، وسينضم الي الباحث والمحلل السياسي الدكتور خالد باطرفي. اهلا وسهلا بك دكتور خالد. يا هلا حياك الله. دكتور خالد، نتحدث اليوم عن تصريح السفير البريطاني لدى اليمن عن رغبة من قبل المجتمع الدولي ومن قبل بريطانيا بتسوية سياسية جديدة. يعني يأتي هنا السؤال، يعني كيف تجد تصريح السفير البريطاني الجديد وتأثيره مثلا على تدخل التحالف العربي في بلادنا، وأيضا هذا التدخل الذي بطبيعة الحال هو مسنود بقرارات أممية جديدة، والسفير ينادي بإبطال هذه القرارات؟ حقيقة قرأت التصريحات وأعتقد أن فيها كثير من الغموض. ما هي هوية هذه التغييرات التي يراها السفير البريطاني، وهل تم التنسيق فيها مع الدول الراعية لاتفاق اليمن ومبادرة الخليجية؟ هناك 18 دولة راعية، هل تم التنسيق معها؟ هل تم التنسيق مع التحالف العربي الذي ينفذ القرار 2216؟ هل تم التنسيق مع بقية أعضاء مجلس الأمن وفيها دول من خارج المعسكر الغربي، روسيا والصين؟ يعني أنا لا أعرف، هل تم التنسيق مع الحكومة اليمنية؟ في لا يمكن أن يصدر عن سفير مثل هذه التصريحات إلا إذا كانت بالونات اختبار. هل ممكن نقول دكتور خالد أنه هذا التصريح يعني يعكس مثابة عمل تحت الطاولة للقوى الدولية والمجتمع الدولي لتحريض الحوثي على مزيد من الحشد يعني ومزيد من القتال، وليس الوصول إلى تسوية سياسية؟ حقيقة في أشياء أو إشارات أو رسائل خاطئة جهة المجتمع الدولي من قبل إلى الحوثي، ومن هي رفع حركة الحوثي كمنظمة إرهابية من قائمة التصنيف الأمريكي، وهناك أخطاء أخرى ارتكبت من هذا القبيل. يعني في النهاية جاء بيان مجلس الأمن الأخير قويا وفيه إدانة كاملة للحوثي، فهل هذا نوع من التخفيف عن لوقع البيان؟ أنا لا أعرف حقيقة، وأنا لا أعتقد أن المجتمع الدولي يمكن أن يتفق على شيء ولا يتسرب منه شيئا لنا أو للإعلام الغربي. ربما كان السفير يعبر عن وجهة نظر بريطانية، وربما بريطانية أمريكية. طيب يعني بريطانيا أو بريطانيا وأمريكية، هل بريطانيا مثلا قادرة على تمرير قرار كهذا ينسف القرارات الأممية السابقة؟ بالطبع لا تستطيع دولة واحدة. يعني مجلس الأمن في 15 دولة، منها 5 دول لها حق النقد في الفيتو، والعلاقات بين الدول الغربية وبين روسيا والصين ليست على ما يرام، بل حتى داخل المعسكر الغربي. يعني ربما تكون بريطانيا وأمريكا في حلف أنجلو ساكسوني، لكن فرنسا غاضبة يعني وليست ضمن هذا الحلف نتيجة معطيات دولية كثيرة. يعني نعم، يعني 15 دولة عضو في الأمم المتحدة في مجلس الأمن يجب أن توافق بأغلبية الثلثين، على خاصة إذا كان الأمر فيه نقض لقرار سابق. بالتالي لا نستطيع أن نقول أنه إرادة أو رغبة غربية بشكل عام، بقدر ما هي قد تكون رغبة بريطانية محضة. ربما تكون كذلك، وربما يكون بالونات اختبار فقط لمعرفة ردود فعل جميع الأطراف الأخرى، وهنا يجب أن يكون ردود الفعل اليمنية بالذات واضحة، أنه اليمن هي المعنية بالدرجة الأولى بمثل بأي تغيير أو أي تعديل في مستقبلي، فيجب أن يصل الرد اليمني واضحا وبلا لبس إلى السفير البريطاني، إلى المجتمع الدولي، بأننا لا نقبل أي تغيير، وأنه إذا كان هناك أي رغبة في تكييف أو إصدار قرارات مستقبلية فيجب أن يكون التنسيق مع الأطراف المعنية وخاصة الحكومة الشرعية. الأكيد أيضا أنه أي رغبة من قبل دولة كبريطانيا تأتي أيضا يعني تعمل حسابها أنه هناك دول إقليمية قريبة من اليمن، وبريطانيا بطبيعة الحال هي صديقة للمملكة. يعني كيف تنسجم هذه التصريحات مع
قرب بريطانيا من المملكة؟ أولا التصريحات ليست فيها ما هو المطلوب تغييره، يعني هي كلام غامض وعام أنه يجب تكييف أو يجب أن يصدر قرار أو نرى أن يصدر قرار جديد يتواءم مع المرحلة القادمة. ما هو هذا القرار؟ ما هي حيثياته؟ هل هي في صالحنا؟ هل هي ما هي في صالحنا؟ يعني هذا مو موجود، مجرد كلام مرسل، كلام في الهواء. أنا أعتقد عندما نصل إلى التفصيل وإلى التطبيق والتنفيذ يجب أن يتم التشاور مع الدول الراعية للمبادرة الخليجية، 18 دولة، يجب التنسيق مع دول أعضاء مجلس الأمن، يجب التنسيق مع الأطراف المعنية مباشرة سواء في التحالف طيب. العربي أو في الحكومة الشرعية. طيب أختم معك بهذا السؤال دكتور خالد، يعني وتحت ظل الواقع على الأرض حاليا والمشرعا بقوة السلاح، يعني برأيك هل اليمن بحاجة إلى قرار أممي جديد كما قال السفير البريطاني؟ لا أعتقد أن هناك في هذه المرحلة مطلوب فقط تنفيذ القرار السابق أولا. وأما بالنسبة لهذه التصريحات، أنا أرى أنه مسؤولية الحكومة الشرعية، مسؤولية وزير الخارجية اليمني أن يتوجه مباشرة بالسؤال إلى السفير البريطاني ويطلب منه استيضاحات رسمية لفحوى ومعنى هذه التصريحات. دكتور خالد باطرفي الباحث والمحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لك.